عزومه حبيبي. ايه يا سيف اخبارك؟ ايه وحشتني، فينك مختفي؟ انا اللي مختفي برضو، انت اللي فين يا عم؟ معلش يا زومه، والله النت هنا كان بعافيه شويه. الناس بتروح تشتغل في امريكا في كندا. انت رايح القاهره تعمل ايه؟ معلش يا ليمد، مجموعي جابني هنا. طبعا كله نام زي الفراخ، بس وانت اللي صاحي مش كده؟ ابوك زي ما يكون قلبه حاسس انك هتتصل، قاعد قدام التلفزيون بيسقط. استنى ندهلك عليه. يا عبدو يا بابا تعالى، سيف بيكلمني. سيف مدي حاجه اهو. تعالى كده قوم. ايوه سيف، ازيك يا كابتن؟ ازيك يا بابا، ازاي حضرتك؟ وحشني يا ابني. احنا كلنا تمام الحمد لله. احنا بلدنا وسط ناسنا، الدور والباقي عليك انت اللي في الغربه. طمنا يا سيف، شغلك وعيشتك الدنيا ماشيه؟ اه الحمد لله كله تمام بابا. الحاج عبد السلام بيسلم عليك، وانا باعت لك فلوس مع واحد نازل بعد بكره عشان تعمل التجديدات اللي انت عايزها في المكتبه، والباقي بحطه في حسابي. وانا بسرعه، يلا بسرعه. بص يا بابا، انا هبعت لك 5200 دولار، هتاخد منهم 3000 للمكتبه، وال2000 التانيين هتحطهم في حسابي في البنك. الحساب التاني رقمه 14 35. 14 35. في حاجه تانية يا ابني؟ اه يا بابا والنبي معلش هتعبك، ممكن تبعت لي كيلو جبنه رومي؟ ما اعرفش ليه كده نفسي رايحه لها الايام دي. حاضر، من عينيا الاثنين. اه بابا معلش كنت هنسى، فاكر في اوضتي لما فوق الدولاب عندي كلبزات كده، فاكرها؟ اه تبعتها لي يا بابا معلش، لقيت مكان اتدرب فيه ملاكمه هنا. او ماله، كويس يا سيف. اه لازم تستمر برضه في الرياضه. الراجل اللي جاي ده بقى نازل بعد بكره، خلاص لو اتاخر عليك ما تقلقش، هيجيلك. طيب يا حبيبي خدوا بالكم من نفسكم، يلا مع السلامه. في رعاية الله يا ابني. سلام يا سيف. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة. سيف، انتوا بتكلموا سيف وسايبيني نايمة؟ ها؟ ترد. ما ترد؟ هاتها بالنت. ها؟ والله العظيم يا ماما ما لحقناش، ما لحقناش. طب استنى اكلمه لك تاني. ايوه بسرعة. كلمه. بكلمه اهو. النت قطع. قطع؟ هو بيجي لغاية عندنا ويقطع؟ جرب يلا، جرب. والله العظيم قطع، هكلمه لك الصبح. اخرس اخرس، انت تسكت خالص، خليني مع الاستاذ كده يا منى كده. مستكتر عليا اسمع صوت ابني؟ كلمتين بيطمني قلبي عليه ليه كده؟ ليه ما ترد؟ ما ترد؟ والله العظيم انا كنت فاكرك نايمه تعبانه. انا وجهت لك كلام يا دكتور، ها انت مش عارف ان اللي بيصبرني على فراق الغالي هما الكلمتين اللي بسمعهم منه، بسمعهم كل فين وفين. بتعمل كده ليه؟ ربنا يسامحك، ربنا يسامحك يا منعم، ربنا يسامحك، ربنا يسامحك. ما ترد، الله يسامحك. انت صوتك عالي قوي دلوقتي. نجوم رمضان معاك على واتشت، اشترك وما تخليش حاجه تفوتك.